والله نحن من ريف حما صار لنا 5 سنين نازحين هين، وهالحز على قد الحال عنا نشتغل. أول كنا والحمد لله رب العالمين الحصة سويت 5 كيليات، جاء إنسان فاعل خير أعطانا إياهن وساويناها. إيه لما كنا قبل لا والله غير هالحز، أول كنا نساوي مثلا قد هال6 كيلات كنا نساوي قدهن 4 مرات، يعني نساوي هالحز أرضية الجدر راح نساوي نص الجدر قبل. وتو كان الحطب موفر وكل شيء الحمد لله كان موفر، والحز الحمد لله رب العالمين مستوره. اول كنا نجتمع الجارات نساعد مع بعضنا مثل هالايام هاي، يعني تقريبا راح نخلص مونه، نساوي مربى، نساوي تين، نساوي قرع، نساوي من هذاك المبشور، نساوي كل شيء نساوي مقدوس فليفله، نساوي حرحوره، ونحن وجاراتنا مثل الايام هاي مخلصين. بس هالايام هاي لا والله الحز اللي عنده قدره يساوي، اللي ما عنده قدره ما يساوي. الحز مثل اول عتل لمن كانت تجسلل كنا نساوي قرع نحط راس براس، مثل هالحز التين نحط كل كيلين تين مع كيلو سكر، ايه ما ظل عندنا قدره، والسلل قطعوها كل 3 شهور لحتى سلمونا السله مره. ايه ما ظل عندي قدره اني اساوي قرع، حطيت 5 6 كيليات تين، حطيت 1.5 كيلو سكر، ما عندي قدره اساوي. يعني اول كانت تجسل ماشي الحال، بس الحز قطعوها ما عاد يجيبون لنا سلل.